السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على حبيب الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم أخواتي الكريمات. اليوم جبت لكم وصفة رائعة جدا وبنينة وسهلة التحضير وبفكرة هايلة. وصفة اليوم هي مقلوبة على طريقتي، إن شاء الله تعجبكم. نبدأ على بركة الله. بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش الطنجرة اللي ما تلسقش، جبت لكم فكرة. ناخذ اي طنجره نحط فيها طبسي ولا لاسيات تكون بلا، وندير عليها ورق الطهي، نقطعه على حساب هذيك الطنجره ونطيب فيها وتكون المقلوبه تاعنا مضمونه. اول حاجه انا قليت الدجاج مع البصل والثوم. تقدر ديري لحم مفروم، نستفوه مليح على طنجرة. نزيد طماطش نقطع دوائر، بعد ندير الرز بعد ما غسلته مليح. انا هنا درت الرز الابيض، من بعد ندير باذنجان بعد ما قليته، من بعد ندير 3 حبات تاع الهيل، سكنجبير، زنجبيل، فلفل كحل، مغرفة كركم، الملح. ونزيد الزيت 4 ولا 5 مغارف، ونغطيه ونحطه يطيب على نار قليله. بعد نغطي الرز ببلاصيات بلا، ندير 2 كيلات تاع الماء. انا درت كيله تاع الرز وندير 2 كيلات تاع الماء. بعد ما طاب نخليه يبرد قليلا، بعد نمرر سكين على الأطراف، بعد نقلبه. بعد رفق الطبق بالخضرة المفورة. انا فورت الخضره، بطاطا، زروديه، جلبانه، درت لهم قليل من الطون، زدت المايونيز. دوك نوري لكم كيفاش حضرتها. في المايونيز ندير 2 حبات تاع البيض، نزيد 1/2 مغرفه صغيره ملح، ونص مغرفه كبيره موطرت، ونخلطهم مليح بالباتور. بعد ندير الزيت تدريجيا حتى يولي الخليط كالكريمه. بعد نزيد 3 مغارف تاع الخل، ونكمل بالزيت حتى يختار الخليط مليح.
بعد انا درت له فص تاع الثوم، هذا اختياري. نزيد لها قليل من الزيتون الاخضر، نشوف المقلوبة تاعي كيفاش جات. جات هايلة. انا زينتها بالصلاة تاع الخضر. نتمنى تكون عجبتكم وصفة تاع اليوم، جربوها ما راحش تندموا، وصفة بنينة بزاف. وكما العادة ما تنسوش الاشتراك والضغط على الجرس وليجيم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.